يا بريكا. وفكر حقي. اللهم الحمد لله. الحمد لله. اللي فكسيت الحمد لله. شتي وليدي؟ اولا كنشكروا الناس اللي تعاونوا وداروا واحد الشباب ديال مولاي ابراهيم اللي نقدوا هاد الناس بزاف، والحمد لله على كل حال كاينين الناس اللي توفاو وكاينين الناس اللي باقي تحت الانهيار، والحمد لله واش غير ما قادرش نوصف لك فهمتي. بالنسبه لها راه غيكونوا تقريبا شي 15 ولا شي 16 تقريبا، والناس الاخرين باقيين تحت الانهيار. وكنتمنوا هذا الشيء ان الناس يحاولوا ان الشباب ديال مولاي ابراهيم يديروا واحد المجهود ان ينقذوا الناس الاخرين اللي بقاو. تحياتي للمغاربه كاملين ونعزوكم كاملين، وحنا رجال كاملين الحمد لله، كاملين مغاربه وكاملين خوت. حنا نقدنا بعض الناس في جامع الفناء، واليوم احنا في مولاي ابراهيم، وكانوا الرجال اخوه. كان قدنا تقريبا دابا واحد شي 20 واحد 18 واحد الحمد لله. هنايا كنا احنا كنا في مراكش، كنا جينا خدامين في مراكش، و طرا اللي طرا وسمعنا نداء، كان نداء من بعض الاخوه هنا في سيدي ابراهيم بان ما كاينش المساعده وما كاينش حتى واحد ما جاي يساعدهم. جينا احنا بعض الاخوه جينا من مراكش باش نعاونوهم. كما كتشوفوا هنايا راه الدار هذه راه بات على واحد شي ناس، واحد جعيلات الله يرحمهم خرجناهم ميتين، هما وجوج اطفال ديالهم صغار، وواحد جوج رجال، واحد مشى للسبيطار، وواحد مازال قربنا ان شاء الله باقي لنا واحد جوج متر ونوصلوا ان شاء الله. هو الحاله ديالو باقي كندويو معاه، كنتواصلوا معاه باش نبقاو معاه، وغادي دابا معكم كما كتشوف مع السيد دابا لابيل كاين دابا تراكس اللي كاين دابا، كنحاولوا نوصلوا ليه ان شاء الله. قول الله عز وجل قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذا الشيء الامر ديال الله سبحانه وتعالى، واللي جات عند الله مرحبا بها. حنا ضعفاء والحمد لله الحمد لله الحمد لله ملي بقينا حنا الحمد لله، ما هذا الشيء راه باغي تعوض. ونتمنوا من الله عز وجل هاد الناس هادو اللي توفوا، ونسال الله سبحانه وتعالى باش يغفر لهم ويرحمهم. اللهم يا ربي اغفر لهم ويرحمهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج البرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا ربي الاهل ديالهم نسال الله سبحانه وتعالى باش يرزق لهم الصبر والسلوان. نسال الله سبحانه وتعالى باش يرزق لهم الصبر والسلوان، والله يخلف على اللي ضاع، اللي ضاع الله يخلفه.